استاذ، بس أنا بدي أفهم شو قصدك إنه يعمل كل شيء بده يشرح لي؟ يعني كل واحد بيعمل أي شيء جاي على باله بهذا اليوم، قصدي الشغلات اللي بيحلم يعملها من زمان وما سواها بحققها بهاليوم. كل شيء؟ كل شيء بيوم واحد. طيب استاذ خبرني انت شو رح تعمل؟ انا لا هذا الحديث للكبار، الصغار اللي مثلك ما بيتدخلوا فيه. ماشي، وهلا فيك تروحي على شغلك لانه لازم انا اخلص شغلي بسرعه وروح. بس استاذ ما في بس، يلا روحي من هون وبلا كتر اسئله وتدخل بهيك مواضيع، في عندك شغل كتير لسه وانا ما بدي اتلهى مشان لحق. باي تان تان، يسلموا. الخطوة الأولى بحفلة قبل الزواج بلشت. يا ترى شو بيعملوا الشباب بحفلات قبل الزواج؟ أحسن شي شوف هالموضوع على الإنترنت. حفلات الشباب قبل الزواج بيعملوا كل شي ما رح يقدروا يعملوه بعد ما يتزوجوا. الشباب بيجتمعوا مع بعض وبيسهروا وبيرقصوا وبيسمعوا أغاني مع البنات. يعني رح يكون في بنات بهاي الحفلة؟ شو هالمصيبة؟ يعني رح يصير كل شي مانو منيح بالحفلة تبع اليوم. ححاكينيها. ايه شوفي نيها، انا عرفت انه الاستاذ ياش والاستاذ سمير وكل رفقاتهم رح يروحوا اليوم على حفله قبل الزواج. ايه بعرف هذا الشيء. اذا خبرك الاستاذ ياش عن الحفله نصيحه انه ما تخليه يروح. ايه بس انا سمحت له يروح، قصدي هو قال لي على الحفله وانا ما اعترضت على روحته. ليش يعنيها؟ انت كيف بتعملي هيك؟ ما عم افهم وين المشكله. حفلات قبل الزواج اللي مثل هاي بتعرفي شو بيصير فيها؟ ايه بعرف انه كل رفقاته الشباب بيقرروا يعملوا له حفله، بيتسلوا مع بعض وبيتعشوا. نيها مو معقولة قديش انتي قلبك طيب. انتي بتعرفي بالضبط الشباب لما يجتمعوا بهالحفلة كيف بيكونوا عم يتسلوا؟ انتي فيك تطمني بالك، بعدين واثقة كتير بتصرفاته. الموضوع مانو موضوع ثقة هلا نيها، موضوع أكبر من هيك بكتير، انتي لازم تعرفي. شو القصة شيفالي؟ انتي ليش كتير معصبة؟ ما فيني أحكي لك كل شي على الموبايل، رح أجي لعندك وخبرك. ليش انتي ما عندك شغل؟ مالك بالمكتب؟ كيف بدك تجي لهون؟ لأنه الموضوع اللي بدي أحكيه معك هلأ أهم من كل الشغل. في واحد بزمناته قال لي كل شيء مسموح بالحب والحرب حتى الإجازة الساعية. أنت جاهزي حالك بسرعة، نحن لازم نلحقون. اسمعي شوي، سكري الخط والبسي تيابك.